بعد سنوات من الكر ومن الفر كذلك من الاشتباكات، الآن يتنفس سكان مدينة بنغازي الصعداء بعد طرد الميليشيات المسلحة من المدينة. الليبيون بدأوا من جديد في بناء ما تهدم في جميع القطاعات، المزيد في سياق هذا التقرير. رويدا تعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة بنغازي الليبية، وذلك بعد طرد مسلح تنظيم داعش الإرهابي منها على يد رجال الجيش الوطني الليبي. الأسواق والمحال التجارية في المدينة عادت للعمل بكامل طاقتها دون خوف التجار من سطو الجماعات المسلحة على بضائعهم، ولعل شعور المواطن الليبي بالأمان والاستقرار دفعهم إلى ارتياد الأسواق دون رهبة أو خوف. ولم يقتصر الاستقرار في بنغازي على الجوانب التجارية، فقد استضافت المدينة مهرجان الأهرام الثقافي وحمل شعار معا نتحدى الإرهاب، وانبثقت فكرة المهرجان من أن بنغازي انتصرت على الإرهاب ومن حقها أن تفرح وتمارس حياتها الطبيعية بفضل دماء أبنائها الزكية، ومن حقها أن تعود للحياة من جديد. وعلى مستوى التعليم، فقد أخذ جامعة بنغازي تتزايد من جديد لاستعادة دورها التعليمي الرائد، حيث أعلنت الجامعة عن عودة الحياة الدراسية خلال شهر سبتمبر المقبل في مختلف الكليات. أما على المستوى الصحي، فقد عقد عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار اجتماعا مع عمداء بلديات بنغازي الكبرى لبحث آليات دعم القطاع الصحي وإعادة تأهيل المستشفيات المتضررة من الحرب. وقال مدير المشروعات ببنغازي إنه تم دعوة جميع المعنيات بقطاع الصحة لمناقشة ما يحتاجه القطاع لإعادة تطويره مرة أخرى. الاجتماع هذا هو يخص قطاع الصحة، وتم دعوة جميع رؤساء المستشفيات في المنطقة والمراكز الطبية والعيادات المجمعة والعيادات القروية، أي مرفق صحي في هذه المنطقة تم دعوة اليوم لمناقشة الاحتياجات والمختنقات تمر به قطاع الصحة. هو في مخصص جاي من رئيس الوزراء، فبيحاول يوظفوا المخصص هذا بشكل صحيح يعني. فنتائج الاجتماع هذه هيكون فيها محضر اجتماع، وبيقوموا بعرض على السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب حتى يكون تأثير إيجابي للميزانية المقررة لقطاع الصحة في منطقة بنغازي الكبرى. من جهته، أكد عميد بلدية الأبيار العقيد عبد العزيز الدرسي أن هدف الاجتماع هو التنسيق بين البلديات والقطاعات الصحية للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها. الهدف من الاجتماع هو التنسيق فيما بين هذه البلديات والقطاعات الصحية الواقعة في نطاقها لمعرفة مشاكلها واحتياجاتها، ما هو المطلوب بالتحديد من وزارة الصحة لنضع وزارة الصحة في أطر هذه المشاكل للعمل على الحياة التسوية مع وزارة الصحة. حياة جديدة تبدأ في بنغازي، ومواطنون باتوا يتنفسون صعداء بعد التخلص من جور ميليشيا داعش المرتزقة لتعود ليبيا مرة أخرى كما كانت وتنطلق نحو غد أفضل. ينضم إلي مباشرة على الهواء مشاهدي الكرام من بنغازي خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي. سيد خالد، أهلا بك وتحياتي. أولا أسألك عن طبيعة الحال في بنغازي، يعني هل ما شاهدناه في التقرير والصور تصف الحالة العامة بشكل كامل، وهل لديك تفاصيل أوفى؟ أولا كل عام وأنت بخير وأسرة اللايف، وحقيقة تقريركم شبه أوفى بنغازي حقها، لأنها ومنذ فترة طويلة وهي تعيش الأمن والاستقرار، وبدأ المرحلة إعادة تهيئة التهيئة العمرانية والبنية التحتية لأضرار ما بعد الحرب الطاحنة ضد داعش، بحيث أنها لم يتم اجتثاثها من المناطق التي كانت تسيطر عليها، وكما تعلمون كانت تسيطر على بنغازي بالكامل، وانطلقت عملية كرامة لتحرر بنغازي قطعة قطعة وجزء جزء حتى تم التحرير الكامل بعون الله. طيب. وبمساعدة الدول الشقيقة التي آمنت بقضية الشعب الليبي وبقضية ليبيا بأنها قضية ضد الإرهاب وأنها مشكلة أمنية عسكرية بحتة. طيب، يبقى إذن سيد ترجمان، لا أعتقد أن الليبيين نعم، إذن تبدو الأمور ليست بالصعوبة التي كنا نتخيلها، إذن يمكن القضاء على داعش بنفس النهج بنفس الشكل إذا كانت الجماعات الإرهابية كانت تسيطر تماما على بنغازي، فيمكن أن ننقل التجربة في مناطق أخرى وصولا إلى تحرير ليبيا كاملا من الإرهاب، هل تشارك هذا الرأي؟
أنا هذه هي القيمة التي نتبناها، وهذا هو المشروع الذي نتبناه من خلال دعمنا ومن خلال وقوفنا خلف القيادة العامة للقوات المسلحة وخلف المشير خليفة حفتر الذي يقود بامتياز هذه المعارك ضد الإرهاب، والذي بدأ ب 310 ضابط وضابط صف وجندي. هل تتخيل هذه الانتصارات بدأها 310 من الضباط والجنود، وكانوا محصورين في قاعدة بنينة الجوية، ومن تم الآن نحن أين؟ نحن في تمن هند، في براك الشاطي، في تقرفت، وبعد أيام ستدخل قواتنا المسلحة إلى الجفرة، آخر معاقل الإرهاب في جنوب البلاد. يمكن أن نقول الآن أن ثلثي ليبيا هي تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، وبالتالي هذا المشروع الذي انطلق بقيادة المشير خليفة حفتر كان همه الأساسي هو اجتتات الإرهاب، اجتتات كل الميليشيات الجهوية والعقائدية والمناطقية التي تتمترس بالسلاح، وذلك من خلال وقوف الأشقاء ووقوف من يؤمنون بقضيتنا معنا. وربما ما حدث في درنا خلال اليومين الماضيين كان نقطة هامة يجب أن نقف عندها تماما، بأنه لو توفر لدينا سلاح حديث، لو تم بالفعل إلغاء حظر التسلح للقوات المسلحة العربية الليبية، سينتهي هذا الكابوس الإرهابي الجاثم على ليبيا من كل مناطق ليبيا من شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد. فهذا الأمر بالفعل هو أمر كما أقول دائما، هو أمر عسكري أمني بحت، والمسألة ليست خلاف سياسي، لأن الذين يختلفون سياسيا يجلسون على طاولة المفاوضات، ويمكن لهم أن يصلوا من خلال صناديق الاقتراع. أما أن يتمترس البعض على طاولة الحوار بالسلاح تحت راية الإخوان المسلمين، هذا التنظيم الموبوء، هذا التنظيم الذي نقل لنا كل عهات العالم من إرهاب ومن قتل ومن تدمير، وفرخ كل هذه الميليشيات وكل هذه التنظيمات الداعشية، هي كلها في النهاية تحت عبات هذا التنظيم الشرس. تفضل. طيب، يعني إذن الطريق الآن ثبات ممهدة أكثر من أي وقت مضى، لكن ماذا عن القبائل؟ أنت تحدثت عن الحرب على كل الميليشيات الجهوية، لكن النظام القبلي في ليبيا يمكن أن يعني يلتف حول الجيش الوطني الليبي، وبالتالي تنتهي المشكلة. إذن أين تقبع المشكلة السياسية ناهيك عن الجماعات الإرهابية التي يجب أن تستثنى من المشهد؟ أولا، هذه الجماعات الإرهابية بكل صنوفها، حتى عندما أقول الجماعات الجهوية والمناطقية، يعني التي تسيطر على جهات وتسيطر على مناطق، كما كانت تسيطر على بني غازي أنصار الشريعة والدروع والدواعش وبقايا تنظيم القاعدة، كذلك في درنة، في مصراتة، في طرابلس، في الزوارة، في الزاوية، في كل هذه المناطق التي تسيطر هي ميليشيات. ولكن فلنأخذ تجربة المنطقة الشرقية أو برقة، هذه التجربة كل القبائل التفت حول القوات المسلحة، وكل القبائل أصبحت وحدة واحدة تحت قيادة القوات المسلحة. القوات المسلحة من ينتسب إليها ليس أهالي بني غازي، بل هم من كل ليبيا، من مساعد إلى راس جدير إلى سبها، كل هؤلاء هم جزء من تكوينة القوات المسلحة الموجودة. ولعل الاستعراض العسكري الذي يقيم في إردانو بمنطقة توكرة التي تبعد 60 كيلومتر عن بنغازي كان نقطة هامة جدا، ونقطة الفصل التي ظهرت بعدها هذه التنظيمات وكشرت عن أنيابها وافتعلت مجزرة رهيبة في براك الشاطي، راح ضحيتها أكثر من 161 بريء داخل قاعدة براك الشاطي، عندما استشعرت بأن الشرق بني جيش وطني بالفعل وحقيقي وقادر على دحر الإرهاب بعد انتصاره في شرق البلاد، وبعد تحريره للموانئ النفطية وتحريره للحقول النفطية، وأصبحت من راس جدير، من راس لانوف إلى مساعد، كلها تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية. ثم انتقل بعد ذلك القوات المسلحة العربية الليبية لقطع خط
مهم جدا لإمداد هذه الميليشيات بالأموال وبالدخائر وبالسلاح هو خط الجنوب الذي يخرج على النيجر وتشاد والسودان. هذا الخط كان من الخطورة بمكان إبقائه كنقطة اتصال ونقطة تواصل ومد لوجستي بين هذه الجماعات وبين قطر التي غالبا ما تنقل كثير من سلاحها أما لمطار القاعدة الجوية أو مطار معتيقة أو أحيانا لمطار سبها أو مطار تمنهند قبل التحرير. كذلك كانوا يرتزقون وكانت الكثير من الأموال تأتيهم عن طريق الهجرة غير الشرعية وعن طريق تهريب البترول. القوات المسلحة العربية الليبية قطعت هذا الشريان الحيوي الهام لإمداد هذه الجماعات بالسلاح وإمدادها بالمال، وبالتالي بدأت في تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات داخل ليبيا. يصبح بعد ذلك العمل على تجفيف هذه المصادر من خلال فضح الدور القطري البشع الذي تقوم به في ليبيا منذ العام 2011 إلى الآن. الجزء الأكبر من الدمار الذي لحق بليبيا والذي على الوطنيين الشرفاء وكل القانونيين أن يلاحقوا قطر جنائيا لدى محكمة العدل الدولية، لأن هي سبب الأساسي في كل الدمار الذي لحق بليبيا، وهي السبب الأساسي في تسليح هذه الجماعات، تسليح جماعة الإخوة المسلمين، أنصار الشريعة، المقاتلة، بقايا القاعدة، داعش. من وراهم هذه الدويلة قطر مع تركيا وكذلك مع الإمداد من خلال السودان، وهذه بالوثائق موجودة لدينا وموجودة لدى كل القانونيين في ليبيا، وعليهم بالفعل العمل على مقاضاة هذه الدولة جنائيا أمام القضاء الدولي. نعم، وكنا بالفعل نستعرض ذلك في الملف السابق، أين تذهب الأموال القطرية على التسليح وهي لا تستخدم كل ذلك. لكن دعني أسألك، يعني هذا عن الخطوات الخارجية أن تمنع البعض من الدعم الإرهاب في الداخل، لكن ماذا عن الخطوات في داخل ليبيا؟ كيف يمكن قطع إمدادات الإرهاب إلى الجماعات الإرهابية من الحدود الليبية؟ أولا، الحدود الغربية الشرقية لليبيا وهي التي تحدنا لمصر، أنا أعتقد أن الاتفاقية ما بين القيادة العامة للقوات المسلحة وشقيقة مصر فوضت بها القوات المسلحة العربية الليبية القوات المسلحة المصرية بحماية هذه الحدود، ولعل الرئيس السيسي قد أعلن بأنه خلال 3 أشهر فقط تم تدمير 300 عربة تحمل الدخائر والسلاح منطلقة من مناطق صحراوية في ليبيا إلى داخل الأراضي المصرية، وهذا خط هام وضروري. ثم لدينا الخط الآخر وهو الجنوبي الذي يحدنا من السودان وتشاد والنيجر، هذا بمنتهى الخطورة، وهذا تتواجد فيه ربما تبدو هذه من هي المشكلة الحقيقية، وعلينا أن يكون لنا لقاء لنتوسع في هذا الموضوع تحديدا والحدود الجنوبية وتأمينها تحديدا، يعني أخص هذا بذكر. شكرا جزيلا لك على أي حال، أعتذر لضيق الوقت، خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي، وحدثني من بنغازي على الهواء مباشرة.